يرفع شوطا ينتهى وشوطا يبدا في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، والانطلاقة 14 للحول المهجنات الأصايل في يوم الختام. نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذه الفترة الصباحية والفترة المسائية. نعود ونتابع المقدمة مباشرة عبر قناة ياسوا، قناة دبي ريسنج والقنوات الناقلة في هذه اللحظات. حسين السيد مع مقدمة الشوط والمركز الأول. المقدمة تماما نتابع معكم، هناك شعار محمد بن سعيد بن صالح الذي يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع خود. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو مشاهدي الاعزاء الغريسي الذي يغرس دائما السبق والناموس. المركز الثاني مشاهدينا والدخول المباشر مع غازية لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي الذي ايضا يتابع هذه الانطلاقة والضيفة من السلطنة. نتابع معكم مشاهدينا، هناك ايضا دخول وايضا قدوم اخر من قبل وصول. هناك مشاهدينا اشعار سالم بن محمد بن ذويب العامري مع مشاهد الاعزاء الطيره التي تحتل الرابع، ودخول قوي من البدايه هذا الشوط. ايضا يتدخلون الشباب من كل حد وصوب. قدمنا شاي يوسف، خلينا نشوف الدخول من الجانب الاخر. هناك ايضا محمد بن مسفر بالقوبعة المنصوري، محمد بن مسفر بالقوبعة المنصوري، يا سلام مع ضحى، مع ضحى في هذه الاضحية الجميلة، ما شاء الله. هناك الدخول، هناك الغدوم مع وصول، ايضا اسم قادم وشعار جميل، شعار دائما ياتي بالعلوم القانمة مشاهدينا في كل مكان. وصول، هناك ايضا مهمة وصلت وتسلل رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يتقدم مشاهدينا. قدمنا شوي مشاهدينا، والان نتابع معكم المركز السادس والدخول القادم. هنا شعار بن نصر ايضا وصل الى المركز السادس، وصول مع ايضا مهمه لمبارك بن محمد بن نصر العامري يتقدم في المركز السادس. مجموعه اخرى قادمه، مجموعه اخرى قادمه بكل قدوم. المركز السابع نتواصل معكم في هذه اللحظات مع برقيه لعبد العزيز بن محمد بن خالد العطيه اللي قادم من الشحانية. هناك ايضا دخول اخر وتقدم في المركز الثامن، المركز الثامن من الجانب الاخر. دخول ايضا شعار حمد بن راشد بن غدير الاكتبي يتقدم مشاهدينا، مع هناك الشاهينية اللي قادمة مشاهدينا. ما شاء الله الكل ايضا حاضر. المركز التاسع، المركز التاسع وقدوم اخر وتدخل من قبل شعار علي بن سيف بن ساري الاكتبي يقدم لنا محنة، محنة باسم جميل. والمركز العاشر هنا اللي وصلت الان، وصل خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مع هذه ايضا المسك، ما شاء الله تبارك الرحمن. الكل وصل وبدينا، وبدا الشوط ينجر وبدا الاداء جميل وقدمنا. خلنا نشوف ما يدور في المقدمة من اداء مميز وكبير. ما زالت مشاهدينا ايضا النتيجة كما هي في الصدارة حتى هذه اللحظات. ما شاء الله، خود 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 لمحمد بن سعيد بن صالح، يا سلام عليك يا الغريسي. هذا هو الغريسي يتقدم بقوة الاقوياء، يتقدم بهذا الشكل الجميل. المركز الثاني يصل شعار السعدون الذي يتقدم بالمركز الثاني الذي ينطلق مشاهدينا رياض بن ثامر السعدون مع مهمة الضيفة اللي قادمة من المملكة يقدمها لنا السعدون بأحلى جمال. المركز الثالث،
المركز الثالث والغدوم والدخول مع شعار عبد الله بن سالم بالثالوب الدرعي. الظبي وصلت، اتت من حيث لا ندري، تسلل مع مصانع الجنوب بن ثعلوب. ما شاء الله ميدان الرقعات وكل الميادين حاضر في هذا المحفل الجميل. المركز الرابعة التي وصلت ايضا لمحمد بن سلطان المالكي، هناك غازية ما شاء الله وتبارك الرحمن. الخامسة شوف اللي وصل بالقوبة، بدأ يوصل ايضا بهذا الانطلاق بهذا الشكل، محمد بن مسفر بالقوبة المنصوري مع ما شاء الله وضحة، نعم وضحة ما شاء الله. وشوفوا الامور غير واضحة حتى هذه اللحظات. شوف الدخول، شوف الغدوم، سعيد بن شافي بن سعيد الوهيبي يقدم لنا عوايد، ينطلق بالسادس. شوف السابعة التي بدأت، احمد بن علي بن سالم بن علي الاكتبي بدأ مع هنا الشايبة وصلت ما شاء الله. الشوط راح والمنصة وين؟ المنصة وصلناها. الكيل الأخير، الله، راح الشوط. شوف الشوط راح، شوف المالكي حرك راح. يبقى السلام للسلطنة، يبقى السلام للسلطنة. عند عوايد ما شاء الله عليك يا المالكي، ما شاء الله. هذه غازية وغازة المقدمة، وغازية أيضا سلالة المختبر محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. المركز الثاني أحمد بن علي بن سالم بن علي الاكتبي مع الشايبة أبو علي وصل مع المالكي. أبو علي واصل الاكتبي واصل، الله على الشوط. المركز الرابع وين؟ الجماعة بيتحركوا من المناطق الخلفية. سالم بن عبيد بن حميد آل علي غزلان في المركز الثالث. والمركز الرابع وين؟ هناك عبد العزيز بن محمد بن خالد العطية. نعود للمالكي، الستمية الأخيرة، وتو طلع عصاتها، تو ضربها ما شاء الله، وزادت وعندها زود وطارت وسلمت على هالي السلطنة. يا المالكي سلام للمالكي، سلام للسلطنة، سلام. أحلى تحية احترام بهذا الشكل والنهاية العدلة، وما شاء الله وتبارك الرحمن. سلامي عليك يا المالكي، سلامي على محمد بن سلطان بن سعيد المالكي مع غازية مع سلالة المختبر مع ماركة ما شاء الله تبارك الرحمن. عندك غازية لا تحاتي يا المالكي، عندك سلالة غازي. وبوي وسلام لوادي، نعم سلام يا المالكي، سلام يا السلطنة، سلام. وما شاء الله بعدت المسافة إلى الزعفران، صفت وحامة البودرة. استاهل. المركز الثاني عبد العزيز محمد بن خالد العطية مع برقية. والمركز الثالث كانت وصول ايضا لسالم بن عبيد بن حميد آل علي غزلان. المركز الرابع اللي وصلت المركز الرابع كانت هناك سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، فاجأتنا. المركز الخامس سالم بن حمد بن عود العامري مع الشاهينية. وعودة لمخرجنا ايضا هناك ابو ايمن، والحركة البطيئة والتوقيت الزمني وساعة وصول، ايضا هناك شعار المالكي اللي قدم اداء مميز وكبير ما شاء الله تبارك الرحمن. 9:21:3 من الثانية. سلام للسلطنة، سلام لمحمد بن سلطان المالكي ما قدمه مع غازية اداء جميل. والمركز الثالث مشاهدينا الثاني 9:23:7 من الثانية، برقية لعبد العزيز محمد بن خالد العطية، أيضا وصول ممتاز. المركز الثالث كان أيضا هناك دخول قوي من قبل شعار. 9:24 وفاء وتماما. سلام لغزلان وسالم بن عبيد بن حميد آل علي والناموس للجميع. وهذا هو كان الشوط، وزميل آخر يتواصل. هذه
له التحية والإخوة المتواجدين كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائماً.